أخ مصطفى السلام عليكم، أرحب بك في برنامجنا. هل لك أن تعطينا ما الذي حصل في الأيام التي شهدت ارتفاعا للدولار مقابل الدينار العراقي؟ تحية لك يا أستاذ كريم ورحمة الله، وتحية لضيوفك الحاضرين في البرنامج. حقيقة نعجو أنه ارتفاع سعر الدولار في الأيام الماضية إلى قلة مبيعات البنك المركزي في الأسبوع الماضي، حيث تراوحت مبيعات البنك المركزي من 170 مليون دولار إلى 190 مليون دولار في الأسبوع الماضي. أما في الأسابيع الماضية كانت مبيعات تتراوح من 200 إلى 240 مليون دولار. هذه الأرقام أدت إلى ارتفاع سعر الدولار وقلة تواجده في السوق النقدي. هذه المبالغ اللي يقوم بها البنك المركزي مبيعات من مجموع الإجمالي من 190 مليون، يتم بيع فيها ما يقارب من 10 إلى 20 مليون دولار بالبيع النقدي داخل العراق، أما بقية المبالغ فتباع في الخارج لتعزيز الأرصدة والحوالات الخارجية لدى المصارف ولدى حسابات الشخصية. هذه نقطة. النقطة الأخرى، أنما بعض الإشاعات وبعض التصريحات يقوم بها السياسيين على تصريحاتهم على الشاشات التلفاز بتغيير سعر الصرف إلى 1500 أدت إلى ارتفاع سعر السوق، وبالإضافة للمضاربات التي يقوم بها التجار أصحاب المبالغ أدت إلى ارتفاع سعر الدولار.